بسم الله الرحمن الرحيم. آخر محاضرة إن شاء الله ناخدها في كورس أبلايد نوتريشن باسم infantile rickets. هنتكلم فيها عن الريكتس. معكم دكتورة إيمان عرفة بدر، مدرس بقسم تمريض الأطفال. هنتكلم على إيه هو الريكتس، الديفينيشن، عن الإتيولوجي، عن البريديسبوزينج فاكتورز، عن الأسسمنت كريتيريا أو كلينيكال مانيفستيشنز للديزيز، عن هاو تو دايجنوز infantile rickets and treatment prevention and finally nursing care. infantile rickets من اسمها كلمة infantile يعني حاجة موجودة في مرحلة الانفنت اللي هو أول سنة. rickets ده اسم disease وهنعرف هو عبارة عن ايه. بيقول rickets ده عبارة عن metabolic disorder يعني حاجة خاصة بالnutrition metabolism موجودة أكتر في الإنفانسي والتشايلدهود، منتشر أوي في الإنفانسي والتشايلدهود. سببه إيه الإنفانتال ريكتس ده؟ فيتامين دال ديفيشنسي، الأطفال اللي هي عندها ديفيشنسي في الإنتيك لفيتامين دال. هو مهم أوي فيتامين دال؟ أه مهم لتلات حاجات مهمين جدا. إيه هما؟ للبون، للسكريتال ماسلز، وللنرفس سيستم. طيب لما يحصل ديفيشنسي للفيتامين دال هيأثر لي عندي على الجروينج بون، هتبان في صورة defective mineralization، هتبان في الاكس راي وslow growth. بالنسبة للسكريتال ماسلز هيأثر لي عليها، هتبقى hypotonia ضعيفة جدا weakness. النيرفاس سيستم، ودي اخر مرحلة، هيبقى في الطفل في مرحلة حاجة اسمها تيتاني. تمام، يبقى الانفنتال ريكتس ده metabolic disorder سببه deficiency الفيتامين دال، مشهور قوي في الانفانسي والتشايلدهود، هيأثر لي على البون والسكريتال ماسلز والنيرفاس سيستم. ايه هو الاتيولوجي؟ الاتيولوجي احنا قلنا ديفيشنسي الفيتامين دال. ديفيشنسي فيتامين دال ازاي؟ ان انا مش باخد فيتامين دال كويس، ان اديكوات انتيك اوف فيتامين دال من خلال الفود. السبب التاني ان انا الطفل عندي مش بعرضه للسان لايت كميه الكافيه، لاك اوف سان سكين اكسبوجر تو الترا فايلت ريز، زي ما احنا اخدنا قبل كده في محاضره المايكرو نيوترانت، واخدنا الفات سوليبل فيتامينز منها فيتامين دال. قلنا الفيتامين دال ده موجود عندي في تو سورسز، سورس من خلال الفود خصوصا الجرين بلانتس والفيش اويل، السورس التاني من خلال الصن، تعرض للشمس. تمام، طيب زي ما قلنا الفيتامين دال ده اسمه سانشاين فيتامين، ده اللي هو ده نوع من انواع الفات سوليبل فيتامينز. في منه نوعين مهمين جدا اللي هو ده D2 ودي 3. D2 ده موجود عندي في الجرين بلانتس، موجود في الفود. D3 اللي هو بيتكون على الجلد من خلال تعرض السكين للسان لايت. بيقول لي خلي بالك ان D2 and D3 are biologically inactive form. inactive form يعني الجسم ميقدرش يستفيد بيهم، هما في الصورة دي الجسم عندي ما بيقدرش يستفيد من فيتامين دال، هو في صورته D2 and D3، فبالتالي لازم يتحول لأكتيف فورم. أكتيف فورم يتحول ازاي؟ ان هو هيروح على الليفر يحصل له هيدروكسيليشن، يتحول ل 25 هيدروكسي فيتامين دال، ما زال برضو 25 هيدروكسي فيتامين دال ان أكتيف فورم. هيتروح تاني للرينال تبيولز، وهو في الرينال تبيول ال 25 هيدروكسي فيتامين دال يحصل له فيرزر هيدروكسيليشن ل 1.25 داي هيدروكسي فيتامين دال، اللي هو الاسم المتعارف او المشهور اوي اللي هو الكالسترول. الكالسترول ده بقى اللي هو البيولوجيكالي اكتيف فورم اوف فيتامين دال، ده الجسم يقدر يستفيد منه، هو ده اللي بيساعد على الابزوربشن للكالسيوم وليه والفوسفرس. الفيجر ده بيوضح لي اكتر الميتابوليزم بتاع فيتامين دال من خلال السن لايت عندي اللي هو الدي 3، من خلال الفود اللي هي دي 2، بيدخل الجسم ده ان اكتيف فورم، بيروح على الليفر بيتحول ل 25 هيدروكسي فيتامين دال، يروح على الرينال تبيول يتحول ل 1.25 داي هيدروكسي فيتامين دال. ده كده اللي هو الاسم كالسترول اللي هو اكتيف فورم، هيشتغل من خلال المسلز وعلى البون. ايه هي الفانكشنز بتاع الكالسترول اللي هو اكتيف فورم من الفيتامين د؟ ايه هو الكالسترول اللي هو اكتيف فورم اوف فيتامين د؟ بيشتغل على الكالسيوم والفوسفورس، هيساعد على الابزوربشن بتاعهم من الجي اي تي،
هيساعد على الري ابزوربشن بتاعهم من الكيدني، الري ابزوربشن بتاعهم من الاولد بون اند تيس، ويساعد على نيولي فورمد بون اند تيس. يبقى الفانكشن بتاع الكالسيترول شغال على الكالسيوم والفوسفورس، ابزوربشن من الجي اي تي، ري ابزوربشن من الكيدني، ري ابزوربشن من الاولد بون. السورسز بتاعته المور ريتش سورس عندي فيش ليفر اويل، والفيش زي السلمون التونه السردينز. الليس سورسز عندي الميلك الايجيالك الصفار البيضه، البتر اللي هو الزبده. ذا سكند سورس عندي اللي هو اكسبوجر تو سان لايت او الالترا فويلت ايه ريز. طيب بيقول لي عشان ان انا اكون يبقى عندي في الطفل عنده اناف فيتامين د، لازم الطفل ده يتعرض للشمس امتى؟ ميد داي، منتصف اليوم الساعه 12 ميد داي، لمده قد ايه؟ 15 مينتس، ربع ساعه. والشمس لما تكون فيرتيكال عموديه، بس بيقول لي خلي بالك وقت الميد داي ده الصن هنا الصن ريز بتبقى هارمفول، لان فيها اللي هي الاشعه الفوق البنفسجيه، فريسك اول الطفل. فبالتالي ان انا هتجنب الوقت الميد داي ده، هخليه من 9 ل 11 ومن بعد الساعة 2، لان انا عندي من 12 ل 2 الفترة اللي في النص دي ريسك قوي للطفل. والطفل لما بعرضه للسان لايت لازم اكون عاملة كوفر للهيد وللاي. The effectiveness of sun rays is minimal، بتبقى قليلة جدا امتى؟ امتى لما تكون الاشعة اوبليج مش فيرتيكال، امتى؟ اللي هو في الصباح الباكر او في قبل المغرب، تمام، الشروق والغروب. لما يكون في عندي سحاب او تراب او عاصفة رملية او كده، في دخان، لما يكون من ورا الشباك ازاز الشباك، كل ده الاشعة مش واصلة كويس للسكين. لما يكون من فوق كلوزس، معرضة للطفل فوق كلوزس في فصل الشتاء. طيب ايه هي البريديسبوزينج فاكتورز للفيتامين د ديفيشنسي او الانفنتايل ريكتس؟ في ناس كده ممكن تكون ريسك، زي ما قلنا ان هو منتشر قوي في مرحله الانفانسي والتشايلد هود. فانا عندي فيه هيريديتري فاكتورز، هيريديتري فاكتورز بيقول لي لون الجلد، لون السكين، السلاله اللي هي لون الجلد بتاعها دارك سكين، ده ريسك، لان الدارك كلر ليس ابسوربشن لفيتامين د. الايج، ايج ان هو ماكسيمال انسيدنس عندي في الاطفال من 3 تو 18 مانسيس، من 3 ل 18 شهور. مهمه جدا الايه الرقم ده اكون عارفاه، ايه هو الماكسيمال انسيدنس اوف انفنتايل ريكيتس من 3 ل 18 شهر. الدايت الاطفال اللي هي بتاخد ارتفيشال فيد، اللي هي الفورمولا اللي هي ما فيهاش فيتامين، نوت انريتشد وذ فيتامين د. الاطفال اللي هي بتتولد بري تيرم او بري ماتشور، اطفال التوينز والتريبلز، لان عنده الى ديكويد ايه كالسيوم اند فوسفورس ستورج. على حسب جيوغرافيكال ديستريبيوشنز، الناس اللي هي في اماكن اصلا بعيدة عن الصون، اللي موجوده طول الفصول عندها شتاء، تمام. طيب الاطفال اللي هي بتفضل اكسكلوسيف بريست فيدنج بعد 6 شهور، طفل عدى 6 شهور وما زال اكسكلوسيف بريست فيدنج، الام ما دخلتلوش اي اكل خارجي، ده ريسكي جدا. على حسب الفصول السنه، فصل الوينتر الشتاء، في نهايه الشتاء وفي بدايه الربيع early spring، ده ريسكي جدا لان نتيجه low level of ايه sunlight، ما عنديش اشعه شمس كافيه في الفصول دي. طيب ايه هي الكلينيكال مانيفيستيشنز بالنسبه للانفنتال ريكتس؟ هتظهر على الطفل اول حاجه، هتظهر على الطفل الهيد، الابيرنس اوف هيد، شكل الهيد. بيقول لي لما ابص على الهيد من فوق كده بتاعت الطفل عندي، هلاقيها اللارجت كبيره وسكوير مربعه. تاني حاجه الانتيريور فونتانال عندي المفروض يحصل له كلوجر من 6 تو 8 ويكس، على شهر ونص المفروض يكون اتقفل، شهرين بالكتير. لا انا الطفل ده بيبقى فيه ليت كلوجر للانتيريور فونتانال، متاخر. الطفل ده لما اجي اعمل بالبيشن كده بصوابعي زي ما انتم شايفين عامل كده على السكين، على الكرينيال بون، هبص الاقيها سوفت تحت ايدي، طريه جدا، تمام. وهسمع صوت، الصوت اللي هسمعه مع السوفتنس بتاع الكرينيال بون دي اسمها حاجه اسمها كرينيو تابس. وبقول ان الكرينيو تابس دي ده اول ذا ايرليست بوني تشينجز بتحصل في الريكتس، بتظهر غالبا من 3 ل 8 شهور.
الطفل ده عند التيس اروبشن، المفروض التيس اروبشن يبتدي البرايمري تيس تبتدي عند 6 مانثس، لا الطفل ده هيبقى عنده ديليد تيس ايه اروبشن، الاسنان عنده تظهر متاخر جدا. طيب بالنسبه للثوراسيك ابيرنس، الثوراسيك ابيرنس هشوف عليه علامتين مهمين جدا. اول حاجه حاجه اسمها ريكاتيك روزري، ريكاتيك روزري دي عباره عن ايه، ان انا عندي نهايات الربس كده، نهايات الربس زي ما احنا شايفين هلاقي فيه ايه نديولز، حاجة شبه نديولز كده على نهاية الربس وبارزة وباينة، تعمل لي شكل شبه السبحة بالظبط، والنديولز دي في حجم التشيري، الحجم الكريز، تمام، دي اسمها ريكيتيك كروزري. ايه اللي كونها؟ ده الكالسيوم، ما انا عندي الطفل عنده نسبة الكالسيوم نورمال بس ما فيش فيتامين د عشان اللي يساعد، ده اللي يساعد على دخول الكالسيوم جوه على البون، فبالتالي الكالسيوم ده هيتراكم على البون من فوق فهيعمل لي نديولز كده او حبيبيات، فعبارة عن هي beading of the ribs at the costochondral junction، في نهاية الايه الريبس هنا عند الكوستوكوندرال جانكشن، ودايما بتشوفها في صورة رو اوف نديولز حجمها حجم التشيرز بالظبط، تمام، والدايركشن بتاعها بيبقى داون وورد باكورد، داون وورد باكورد، اسمها ايه العلامة دي؟ ريكيتيك روزري. تاني حاجة عندي في نهاية الريبس هنا من تحت عند الديافراج ما هلاقي فيه جروف او ديبريشن هنا كده لنهاية الثراث الكيج، هلاقي الديبريشن ده اسمه حاجة اسمها هاريزونز جروف، هاريزونز جروف ده عبارة عن بايلاترال، بايلاترال رايت اند ليفت ديبريشن ات ذا سايتس وير ذا ديافراجم از ايه اتاتشد تو ذا ريبس، كأن الطفل ايه الجزء ده داخل لجوه بالظبط، ده هاريزونز جروف. طيب احنا قلنا الريكت الانفانتال ريكتس او ديفيشنس الفيتامين ده هيأثر لي برضو على الماسكولار تون، هلاقيها عنده هايبوتوني، الهايبوتونيا دي هتأثر لي عليه على السيتنج، الطفل عندي هيبقى ديليد ان سيتنج، ديليد ان ستاندنج، مش قادر يقف، مش قادر بور اسيوم بور سيتنج بوستشر، لما اجي اقعده تلاقيه عوج على جنب او عوج لقدام، الانفانت مش قادر سيت اب الون، مش قادر يقف لوحده، دايما يعمل كيفوزيس يعمل سكليوزيس، تمام، باين اهي في البوني تشينجز باللمس اهي، بصي في ديفورميتي جامده جدا اهي، الابدومين، الابدومين عندي نتيجه ويكنس الابدومين المصل، اذا هلاقي الابدومين دي واخده شكل كده بوت بولي دايما منتفخه ديستندد وما فيش ماسلز عباره عن سكين بس، فبتعمل لي الشكل ده اسمه بوت بيلي ابدومين نتيجه ريلاكسد ابدومين المصلز. طب ريلاكسد ابدومين المصلز الطفل ده دايما هيعاني من كونستيبيشن نتيجه ايه ويكنس الابدومين. طيب الاكستريمتس عندي، انا عندي في نهايات كل بون كل عظمه هنا المفروض يحصل لها ايه الكالسيوم يدخل جواها وتزداد في الطول مع زياده العمر، طيب انا الكالسيوم عندي مش بيدخل هيروح يعمل ايه، هيتراكم على نهايه الايه ابيفيسيال هنا ايه، هيتراكم عليها ويتبقى انلارجد ابيفيسيال انلارجمنت، هيبين لي هتبان في الاكس راي ابيفيسيال ايه انلارجمنت، واكتر في الريست والانكلز، الاقي لكيع كده عند الريست وعند الانكلز، في الريست والانكلز. تاني حاجه بالنسبه للليجامنتس هلاقي ريلاكسيشن للليجامنتس، فالليجامنتس لما تبقى ريلاكسد هتعملي ديفورميتي في الجوينتس والبون، اكتر حاجه بشوف في حاجه اسمها نوكني وبوليك، نوكني يعني التوني لازقين من بعض، رجل الطفل لازق من بعض من فوق مع بعض بس من تحت عامل لي مسافه، بوليك اللي هي الرجل المقوسه في مسافة كبيرة بين التو ايه تو نيز اهي، دي بو ليك رجل مقوسة. في اذرز كوميونيكيشنز، دايما هتلاقي معاها اصح اسوشيتد ويز انيميا، دايما المناعة بتاعة الطفل هتبقى قليلة جدا، فبالتالي هو هيبقى عنده لو ريزيستنس للايه لأي مايكرو اورجانيزم، فبالتالي سهل جدا يدخل في ايه في انفكشن، وخصوصا ريسبيراتوري انفكشن. ازاي اشخصه؟ اول حاجه من كلينيكال مانيفيستاشن، الام جايه تشتكي الطفل لسه ما قعدش، الطفل ما سننش، الطفل مش قادر يقف مش بيمشي، الطفل بحس بمسكه في ايدي احس ان هو هيتكسر، دي اول حاجه. تاني حاجه هبدا اعمل للطفل شويه تحاليل، بس هلاقي السيروم كالسيوم عندي نورمال، وده كومبنساتوري ميكانيزم من الباراثايرويد جلاند، سيروم كالسيوم هلاقيه، السيروم كالسيوم هلاقيه نورمال ليفل اللي هو قد ايه من 9 ل 11 مللي جرام بالديسيليتر. طب السيرم فوسفاتيز لا هلاقيه قليل اقل من 3 مللي جرام بير دريس ليتر، وهلاقي الالكالاين سيرم الكالاين فوسفاتيز اكتيفيتي عندي
عالي. طيب هبدأ أطلب للطفل، هبص على البون بتاعته، الدكتور يطلب له شوية اكس راي بتاع، يعمل له تحليل فيتامين د دلوقتي اللي هو المنتشر جدا. تمام، فأنا أحسن من كل ده إن أنا أعمل بريفنشن للريكس. أنا عرفت دلوقتي إن الإنفانتس عندي والتشيلدرين ريسك أوي إن هما يحصل لهم إيه، إنفنتايل ريكس. طب ما أنا أعمل له بريفنشن، مجرد إن أنا هعمل سبلمنتيشن لفيتامين د اللي هو الديلي ريكويرمنت بتاعه. دي الريكويرمنت بتاعه اورال دوز اهو، دي الاورال دوز 400 انترناشونال يونت. طيب اعرض للطفل الترا فايولت ريز، ااكله اكل فيه فيتامين د. تمام، طب لو الطفل ريسكي عندي اللي هو مثلا بريماتشور، طفل في مكان مثلا ما فيش اشعه شمس طول السنه كلها، توينز، هديله الديلي بروفراكتد دوزز للناس الريسكي اللي هي 1000 انترناشونال يونت، ده للناس اللي هي الريسك جروبس، الامهات البريجننت واللاكتيتنج ماذرز هديهم فيتامين د. طيب الطفل دلوقتي جالي والمشكله حصلت وعنده ريكتس، هعمل له مانجمنت ازاي؟ بفيتامين د برضو من خلال ديلي ادمنستريشن، كل يوم هياخد 1600 وحده على مدار من اسبوعين لاربع اسابيع، وبعد كده اتابع معاه بالاكس راي اشوف اتحسن ولا لا، في ريسبونس ولا لا. في ريسبونس تمام، هرجعه للديلي لحد ما الامور تتحسن، وبعد كده يرجع للديلي ريكويرمنت 400 انترناشونال يونت. طيب في اطفال بتبقى ريفراكتوري، ريفراكتوري يعني ما بتتاثرش باللي انا عطيته له، زي ما هو عنده ريكتس. الريفراكتوري ده محتاج مني ماسف سيرابي، جرعة مكثفة بقى، الجرعة المكثفة دي عبارة عن 600,000 انترناشونال يونت، ياخدها مرة واتنين وتلاتة وبتابع. وغالبا معظم الحالات بترجع من اول ايه، حقنة. ومهم جدا ان اخلي بالي من الكيدني فانكشن في الحقنه دي بالذات، خلي بالي من الكيدني فانكشن عشان نسبه الكالسيوم بتعمل ستون. طيب ايه هو دور النيرسينج بقى؟ النيرسينج رول عندي مهم جدا ان انا اخلي بالي من انا بتعامل مع الطفل. الطفل ده ريسك قوي انه يحصل ديفورميتي، ريسك قوي يحصل له فراكشر، الطفل مش قادر يقعد، فالامبيرد سكيليتال سيستم عندي الطفل ده المفروض الباك بتاعه ويل سبورتد. تمام، وهو قاعد وهو نايم احط له فيرم ماتريس، وانا بشيله هاندلد جنتلي، ما اعملش عليه بريشر، فالكلوزز بتاعته ما تكونش تو تايت، وخصوصا الدايبر لا اخليه شويه لوزلي، ان انا اخلي بالي الطفل ما يقعش، فنحطه في مكان امن. ان انا اعرض الطفل للالترا فويلت ريز، بس هعرضه تدريجي جرادولي. ازاي؟ يعني انا اول يوم هبتدي معاه من 3 لـ5 دقايق، بعد كده يوم يومين ثلاثة، بعد كده ابدأ ازود 10 دقايق، ازود ربع ساعة وهكذا. تمام، وانا بعرضه للشمس لازم اكنه مغطية ايه، كفر ايه، الهيد اند الايز عشان احميها. طيب اعرف الام ايه السبب الديزيز اللي عنده، خلي بالك ده سبب نتيجة ان هو مش بياخد فيتامين د كويس، ان هو مش بتعرضيه للشمس كويس، ان انت مش بتأكليه، انت ما زلت بترضعيه رضاعة كاملة، فمش بتدخلي له اكل ده خارجي خضروات، لا خلي بالك انت هتدي له الدواء الفلاني بالجرعة الفلانية وتتابعي معاه، تعرضيه للشمس تأكليه وهكذا. خلي بالك من انت ازاي تشيليه بقى، ان انت تمنعي الديفورميتي لان هو عنده مشكلة، ازاي تنيميه على فيرم ماتريس وهكذا. تمام، ودي كانت محاضرة بسيطة جدا عن الانفنتال ريكتس. ما كانش ينفع تاخدوا الكورس من غير انفنتال ريكتس، انا شلت من عليه كل الايرن ديفشنسي انيميا. ان شاء الله بالتوفيق يا رب، وانا كنت سعيدة ان انا معاكم في كورس التغذية التطبيقية. ولو في اي سؤال في اي محاضرة ابعتولي، وانا اشرحها لكم تاني، مفيش مشكلة خالص، احنا على تواصل مع بعض، وبالتوفيق يا رب بإذن الله. لو في اي استفسار ابعتولي، وشكرا لكم.